السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا في ورشة من ورش إنرجي أفريقيا بالعربي. في البداية إحنا بنحاول نشوف كده الصوت، لو الصوت وصل عند الجميع يا ريت كل واحد يكتب في الشات رقم واحد. تمام، إحنا النهاردة الورشة بتاعتنا هتكون عبارة عن ورشة بعنوان إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع الإنترنت مسؤولية اجتماعية. مقدم الورشة هو المهندس نبيل عيد. المهندس نبيل عيد هو باحث وخبير دولي في إتاحة الوصول والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو استشاري مستقل مع الأمم المتحدة لشؤون الإعاقة والاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الإقليم العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شريك في منظمة رو جلوبال إمباكت العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وشريك مع مؤسسة ديفيد بانس تكنولوجيا الوصول والإدماج الشامل ببريطانيا. مؤلف للعديد من الكتب العلمية حول الإعاقة واستراتيجيات الدمج الرقمي، وحاضر دولي ومتحدث في العديد من المحافل الدولية حول استراتيجيات الشمول الرقمي لذوي الإعاقة. نرحب بشمهندس نبيل وهنسيب الميكروفون معاه، وأهلا بك بشمهندس نبيل معانا في الورشة في إنرجي أفريكا. أهلا بكم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير للجميع. تحية طيبة للمشاركين. بداية أتقدم بالشكر لمنظمة إيمرج أفريقيا على استضافتي لإقامة ورشة العمل هذه، والشكر أيضا موصول للدكتور محمد عبد الهادي على جهوده المبذولة والمقدرة في التواصل لتسهيل انعقاد ورشة العمل. الأعزاء الحضور المشاركين المتابعين، أشكركم على حضوركم، ويسعدني أن أكون معكم في موضوع جديد يخص مناهج وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع الإنترنت. وسوف أناقش معكم في هذه الورشة المحاور التالية: ما المقصود بالنفاذ الرقمي؟ هل موقعك الإلكتروني يحقق مناهج الوصول إلى المحتوى الرقمي؟ وما هي مبادرة إتاحة الوصول في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إضافة إلى أننا سنناقش في هذه الورشة معايير النفاذية أو إتاحة الوصول، وما هي اشتراطات التصميم لصفحات الويب، مع نظرة عامة عن بعض الأدوات التي تخص الفحص والتحليل وتقييم المواقع القابلة للوصول. أهلا بكم مرة ثانية، و لنبدأ بورشة العمل من جديد. شبكة الإنترنت توفر فرصة هائلة للمستخدمين. كما هو معروف لنا جميعا بأنها شبكة اتصال عالمية تستخدم بروتوكول التحكم بالنقل TCP وبروتوكول الإنترنت IP من أجل نقل البيانات عبر أنواع مختلفة. التي تسمح بالتبادلات العالمية التي تضم الشبكات الخاصة والعامة والتجارية. الصوت مش واضح. طيب، أعتقد الصوت واضح دكتور محمد. طيب، الصوت أصبح واضح. بلغ عدد مستخدمي الإنترنت حول بلغ عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم في عام 2018 نحو 3 مليارات و800 مليون شخص، متجاوزا بذلك نصف سكان كوكب الكرة الأرضية، ومرتفعا عما عليه في عام 2017 بنسبة 6%، ويتوقع أن ينمو عدد المستخدمي الإنترنت في عام 2019 بنسبة 2% عن عام 2018. وبالتالي فإن شبكة الإنترنت حاليا وفرت فرص هائلة للمستخدمين، فالثورة التكنولوجية الهائلة استطاعت أن تبسط نفوذها على الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها.
أزالت الحواجز بين الدول واختزلت المسافات بين الشعوب وحولت العالم بأسره إلى قرية صغيرة. لقد أصبحت هذه الشبكة العالمية مصدراً عالمياً لنشر المعرفة وتبادل المعلومات بين أرجاء المعمورة، بما تحويه من مواقع متخصصة في كل الأنشطة الحياتية المختلفة وللمستخدمين، ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. إن استخدام الإنترنت من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة يحقق الشعار العالمي المطروح حالياً، الإنترنت للجميع. وبالتالي فإن أهمية شبكة الإنترنت تزايدت كأحد الموارد الهامة في شتى مناحي الحياة، تشمل التعليم، التوظيف، القطاعات الحكومية، التجارية، والرعاية الصحية، وسائل الترفيه وغيرها من الخدمات. ومن الضروري أن يتم تسهيل عملية الدخول إلى الإنترنت من أجل توفير إتاحة الوصول المتكافئ وتحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن إمكانية مناليد الوصول إلى الشبكة يساعد في تفعيل المشاركة المجتمعية لتلك الفئات، وهذا حق وواجب للجميع، ويجب علينا ألا نتجاهله على الإطلاق، وخاصة أن إتاحة الوصول إلى الإنترنت كما ذكرت في عنوان ورشة العمل مسؤولية اجتماعية. وأحب أن أشير إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية مؤخراً، أن ما يزيد عن 1 مليار شخص أو ما يمثل 20% تقريباً من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. هذا يعني أن بس مليارات يعيشون في عالمنا اليوم، هناك ما يقدر من 700 مليون إلى 1.4 مليار شخص لديهم نوع من أنواع الإعاقة، وبالتالي نحن أمام عدد كبير جدا وهائل في العالم، وخاصة في الظروف الراهنة حيث كثرت الإعاقات نتيجة للأزمات والمشاكل والتغيرات المناخية والحروب. كان وضمن أسرهم أو أصدقائهم حاليا شخص ذو إعاقة. لكن ما هي الاحتياجات التي تغطي، وكم نسبتها فقط 2% من هؤلاء الأشخاص تغطى جميع احتياجاتهم؟ ومعدلات الإعاقة كما ذكرت تزداد أيضا بسبب تقدم السن السكان، وبسبب تقدم السن، وبسبب ارتفاعات حالات الإصابة بمشاكل صحية مزمنة. على سبيل المثال 20% من سكان العالم أيضا عاجزون عن وصول المعلومات والمحتوى المطلوب. فما هي التكنولوجيا المساعدة أو تكنولوجيا الوصول أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي فتحت تطورات مذهلة وفرص لا حدود لها لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة، من حيث توفير الخدمات على الإنترنت مثل الحوكمة والتعليم والصحة والعمالة والترفيه، وأيضا أعمال تجارية والمصرفية وخدمات أخرى متنوعة. والسؤال، هل نحن مستعدون بشأن إمكانية النفاذ الإلكتروني المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ طبعا حسب خبرتي في كثير من البلدان ظهرت مبادرات أدت إلى قوانين وأنظمة تهدف إلى إتاحة وصول الجميع إلى الإنترنت وعلى نظم الهاتف بدون معوقات وبتكلفة معقولة للمواطنين. شأن إمكانية النفاذ الإلكتروني المنصوص عليها، وأقصد تحديدا عن طريق الالتزامات الواسعة بشأن إمكانية النفاذ الإلكتروني. ويجب أن ننتبه إلى أن أثر هذه التكنولوجيات يقل بشكل كبير نظرا لعدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على استعمالها على نحو فعال، على الرغم من أن هناك حاليا مجموعة هائلة من المعلومات والخدمات على الإنترنت، غير أن
عدم إمكانية النفاذ إلى العديد من مواقع الويب أو المواقع الإلكترونية ما زال يمثل حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. باشمهندس نبيل، هو في سؤال حالياً وصل من الأستاذ أسامة من أسفل المقاطعة. هو بيحب عاوز يعرف ما هي اللي هو الفئات اللي حضرتك بتتكلم عنها. يا ريت نعرف هذه الفئات اللي هي الفئات اللي هي ذوي الإعاقة، وما هي الإعاقة اللي هم موجودين اللي هي الإعاقة اللي خاصة بيهم، عشان نكون على توافق مع المعايير اللي حضرتك بتتكلم عنها يا فندم. سؤال مهم دكتور محمد، نحكي مناليه الوصول للاشخاص ذوي الاعاقه. طبعا الاعاقه بكافه فئاتهم، اول شيء اول شريحه من الاعاقات البصريه او ضعف البصر. الاعاقات البصريه تندرج ضمن فئتين او ثلاث فئات على الاحرى: فئه العمى او المكفوف بشكل كامل، فئه ضعيف البصر، والأشخاص الغير قادرين على تمييز الألوان بشكل جيد. اثنين، فئة الإعاقات الحركية. فئة الإعاقات الحركية أيضا في أكثر من تصنيف لهذه الفئة، الذين يحتاجون إلى كراسي متحركة أو مساعدات تكنولوجيا مساعدة، والأشخاص الذين يعانون من بطر طرف أو مجموعة أطراف، أو لديهم إعاقة حركية نسميها شاملة أو معقدة. إضافة إلى رقم ثلاثة في التصنيفات، الإعاقات المعرفية والإدراكية. المعرفات الإدراكية أو المعرفية مثل الأشخاص اللي عندهم توحد، أو الأشخاص اللي عندهم سيندروم، أو الأشخاص اللي عندهم صعوبات تعلم. هناك الأشخاص الذين يعانون من فرط الانتباه والتشتت. إضافة إلى إعاقات التواصل مثل الأشخاص اللي عندهم ديسلكسيا أو عسر قراءة أو عدم التأقلم مع الظروف أو عدم التأقلم مع المجتمع. فضمن هذه التصنيفات كافة الأشخاص ذوي الإعاقة من تلك الفئات التي ذكرتها يجب أن تكون شاملة في ضمن منالية الوصول وضمن إمكانية الدخول إلى مواقع الإنترنت، على أن تكون هذه المواقع متاحة للجميع وحسب نوع الإعاقة وحسب سن. هذا بشأن تصنيف أنواع الأشخاص ذوي الإعاقة. تمام دكتور محمد؟ تمام يا فندم. دكتور أسامة، خلاص تمام يا فندم. في أي سؤال تاني من الحضور الكرام؟ أظن إن إحنا ممكن ننتقل للنقطة الثانية يا فندم. هلق طيب راح ننتقل للتشريعات والجانب القانوني. قبل البدء لابد لنا من إعطاء نبذة مصغرة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمعاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة. تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلزم المعاهدة كافة الأطراف في الاتفاقية إلى تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون. لقد أسهمت الاتفاقية باعتبارها حافز رئيسي في الحركة العالمية من مشاهدة الأشخاص ذوي الإعاقة كمواضيع للصدقة حقيقة والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية، نحو النظر إليهم كأعضاء كاملين العضوية وعلى قدم المساواة في المجتمع مع حقوق الإنسان. فهذا المفهوم بدأ من الفترة الأخيرة يتغير، وننطلق نحو مفهوم جديد هو الانتقال من مفهوم الشفقة والإحسان الذي تتسم به فئات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مفهوم ما يسمى حقوق الإنسان. فالتشريعات والجانب القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال أرست مواد وفقرات متعددة للتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل وعلى قدم المساواة لجميع حقوق الإنسان والحريات من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز واحترام كرامتهم المتأصلة.
فعلى سبيل المثال مادة واحد من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشارت إلى مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة لكل من يعانون كما ذكرت سابقا وفق التصنيف، لكل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم من التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة. والمادة 9 من الاتفاقية الدولية حول إمكانية الوصول وتحديداً الفقرة الذال تشير إلى ما يلي: تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة بما فيها شبكة الإنترنت. إذن المواقع الإنترنت، شبكة الإنترنت هام جداً لإتاحة الوصول ومن هنا سوف أوضح المعنى العام من مفهوم إمكانية الوصول. أحيانا المصطلح يتغير بين إمكانية الوصول، منالية النفاذ، إتاحة الوصول إلى آخره، وبالتالي هو اسمه الأكسسبيليتي أو الأكسس أو ديجيتال أكسس ضمن المعايير الموضوعة في مصطلحات الكلام. المعنى العام من مفهوم إمكانية الوصول تؤكد الاتفاقية على أن الأشخاص الإعاقة يجب أن يكونوا قادرين على العيش والاستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، وعلى الدول أن تتخذ التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة المقدمة للجمهور. وبالتالي يمكن تصنيف الوصول إلى 3 مجموعات رئيسية. ما هي؟ أولاً الوصول البدني، خدمات الوصول، والوصول إلى اتصالات والمعلومات، وهذا هو محور ورشة العمل الخاصة بنا. وبالتالي أركز هنا على إتاحة الوصول إلى المعلومات. لماذا؟ لماذا إتاحة الوصول إلى المعلومات؟ لأن توفير موقع إلكتروني يتمتع بسهولة النفاذ يمكن أن يحقق جملة من الفوائد للمستخدمين بشكل عام، مع التركيز على ضمان وصول كافة الأشخاص ذوي الإعاقة وبمختلف أنواع إعاقات مطلوبة بشر وجودة، إن كان المواقع الحكومية أو المواقع الخدمية أو التعليمية ومواقع أخرى مثل مواقع المنظمات العاملة على سبيل المثال بشؤون الإعاقة ومواقع الأخبار والترفيه وغيرها. وتشير كلمة المعلومات في سياق المبادئ التوجيهية إلى أي رسالة أو بيانات تنقل بشأن موضوع معين، وتركز هذه المبادئ التوجيهية تركيزا خاصا على هدف تبادل وبناء المعرفة في كافة البيئات. وتتطرق هذه المبادئ إلى أنواع مختلفة من المعلومات. ما هي المعلومات؟ على شكل نصوص، صور أو مواد صوتية أو مقاطع فيديو. ويمكن تبادل هذه المعلومات أو هذه الأنواع من المعلومات أو توفيرها باستخدام وسائط مختلفة مثل الوسائط الإلكترونية أو الموارد المتوفرة على الإنترنت أو مقاطع الفيديو أو المواد المطبوعة. وتحتوي هذه الوسائط عادة على أنواع مختلفة من المعلومات بصورة متزامنة فيما يتعلق بالوسائط. وتعالج المبادئ التوجيهية أيضا كيفية تحويل المعلومات أو جمعها في صيغة معينة، استخدام على سبيل المثال برنامج تحرير النصوص، وكيفية توفيره للمستخدم أو تقديمه إلى. وأتطرق إلى موضوع مهم في المعلومات، ويطبق ذلك على بعض الأنواع المختلية على سبيل المثال طبعا للحصر من المواد التعليمية، مضامين المقررات الدراسية، توصيف المقررات، بيانات التسجيل ونظم التسجيل، والمواد البحثية والمواقع الإلكترونية للجامعات والمكتبات إلى آخره. ومنها أيضا برمجيات التعلم الإلكتروني وبرامج التعلم.
ومن هذا المنطلق أحب أن أشير إلى نقطة هامة حول عدم التمييز من قبل كثير من المصممين أو منشئي المحتوى. المصمم أو منشئ المحتوى يقع أحياناً في التباس يحصل بين مفهوم هذين المصطلحين كمفهومين مختلفين تماما. إمكانية الوصول تتعلق بالتحديد بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات المتوفرة على مواقع الويب على قدم المساواة مع غيرهم. أما إمكانية الاستخدام فتتعلق بضمان تجربة فعالة ومجدية ومرضية للمستخدم. وتعتبر إتاحة الوصول إلى المعلومات بنسبة 100% طبعا هذا أمر مثالي لا يسهل تحقيقه، لكن التكنولوجيا حاليا تقولنا إنتاج المعلومات وتبادلها بطريقة تمكن المستخدم تكييف المضمون، أي بطريقة تتيح للمستخدم تغيير المضمون وفقا لاحتياجاته. وأعود من جديد إلى عنوان ورشة العمل بعنوان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع الإنترنت مسؤولية اجتماعية وأضيف أيضا واقتصادية في آن واحد. وبالتالي هذا يتطلب منا العمل على البدء بالتحضير لتعديل أو تصميم المواقع الإلكترونية وفق المعايير الدولية التي أقرتها اشتراطات التصميم لمواقع الويب القابلة للنفاذ. وبحسب ما أقرته المبادئ التوجيهية القابلة للنفاذ إلى محتوى شبكة الويب والصادرة عن التحالف العالمي لشبكة الويب، إن تيسير النفاذ إلى مواقع الويب لا يعود بفائدة على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن فقط، ولكن له مزايا اجتماعية واقتصادية كبيرة من خلال المساعدة على بناء علاقات مجتمعية مع الآخرين عبر التواصل من خلال شبكة الإنترنت. على كده باشمهندس، على كده في سؤال برضو بيقول إن هو تصميم البيئة الرقمية بأدواتها، يعني لما بتصمم بيئة رقمية خاصة بذوي الإعاقة بتكون منفردة عن البيئة اللي هي العادية، البيئة الرقمية العادية المعمولة للأشخاص العاديين وليها معايير معينة ولا هي نفس المعايير؟ طبعا لا، لها معايير خاصة. نحن هلا في الـ في الـ في الـ الشرائح القادمة أو في المقاطع القادمة سوف نتطرق إلى معايير الصوت ومعايير الصورة وكيفية التعامل معها. وبالتالي كما أشرت أنه موضوع الإعاقات موضوع متنوع، فالإعاقة البصرية كيف يتناول المعلومة، أما الإعاقة السمعية أيضا كيف يتناول المعلومة من خلال الصوت، الإعاقة البصرية أم الإعاقة السمعية من خلال النص المكتوب على شكل قبل، فتختلف الفكرة والقادمة إن شاء الله. وأيضا أحب أن أشير إلى الأهمية الاقتصادية لتصميم مواقع الإنترنت من خلال مساعدة المنظمات والشركات التجارية على الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية المؤسساتية. يمكن زيادة عدد العملاء والزبائن وأيضا تخفيض القضايا القانونية المرفوعة بسبب عدم إمكانية النفاذ، إضافة إلى تحقيق وضع أمثل لمحركات البحث. الأهمية الاقتصادية، أحب أن أسوق مثال حاليا بالنسبة لبعض الشركات الأمريكية. والقانون الأمريكي وضع معايير للشركات في تصميم مواقع الإنترنت الخاضعة لاشتراطات ومعايير إتاحة الوصول لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي هذا يعود بمردود، أولا على المردود على الصعيد الاقتصادي بالنسبة للشركات. مواقع الشركات عندما يتم دخول أكثر من 1.2 مليار شخص في العالم على هذا الموقع، وبالتالي سوف يكون أو سوف يقوم بإضافة قيمة حقيقية لهذا الموقع من حيث شراء المنتجات أو من حيث التفاعل
مع الموقع، فيعود بالدرجة الأولى على أصحاب الشركات، والدرجة الثانية على الموردين والمصممين، ويعود أيضا بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة عندما يتناولوا سلعهم عبر مواقع الإنترنت دون عناء أو جهل. هذا بالنسبة للموضوع الاقتصادي. أنتقل إلى مفهوم تعزيز سياسة إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات والمبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات G3ICT. طبعا السياسة النموذجية لإمكانية النفاذ إلى شبكة الويب وفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي وضعها حقيقة الاتحاد الدولي للاتصالات بالتنسيق مع G3ICT، بتنص الاتفاقية على أنه الأطراف الموقعة مسؤولة عن ضمان إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه السياسة ترمي إلى مساعدة البلدان على وضع إطار سياسي لتحقيق ذلك، ويمكن للبلدان التي تعتمد هذه السياسة والأحكام التنظيمية حتى لو لم تكن من الأطراف الموقعة على الاتفاقية. أنشأنا منذ عام 2018 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات مكتب الإقليم العربي في مصر برنامج يسمى برنامج بناء القدرات الوطنية بشأن إمكانية النفاذ إلى شبكة الويب تحت عنوان الإنترنت من أجل الجميع. ما هو الهدف من هذا البرنامج؟ برنامج بناء القدرات الوطنية، الهدف هو مساعدة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساعدة المنظمين الأكاديميين وممثلي الجامعات التقنية من أجل اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتطوير وتحسين سياسة وبرامج النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا هذا البرنامج كان يتماشى مع القرار 200 لمؤتمر المندوبين المفوضين أو ما يسمى ببرنامج توصيل 2020، ويتلخص البرنامج في إرساء الصوت واضح دكتور محمد، يبدو فيه تشويش. الصوت واضح. بس يبدو في ايكو او تشويش نوع من لا لا لا، الصوت واضح عند الجميع، يا ريت الصوت واضح عند الجميع، كل واحد يكتب واحد بعد اذن حضرتك يا فندم. في استجابة من الناس. طب اعود ايضا الى البرنامج بناء القدرات الوطنية الذي اشرت اليه سابقا، الذي تم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات. قلت أن هذا البرنامج يتماشى مع القرار 200 لمؤتمر المندوبين المفوضين أو برنامج توصيل 2020، يتلخص في إرساء بيئة تمكينية لضمان إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في جميع البلدان بحلول 2020 من أجل بناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع. وبالتالي فإن الابتكار التكنولوجي حاليا والرقمنة والاتصالات بإمكانها تحقيق الاستدامة والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين نوعية الحياة. وكما نقرأ أو نرصد أن معظم الاتفاقيات الدولية تؤكد على الحاجة، وهي ما زالت مستمرة للدعوة إلى تعزيز المعارف وتنمية المهارات لدى جميع الناس لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المعيشة للجميع سكان العالم. فكل دولة عضو تسعى إلى وضع سياسات حاليا وأطر تنظيمية خاصة بها بالاستناد إلى البيانات الإحصائية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. السبب لكي تقلص بأكبر قدر ممكن من الفجوة الرقمية التي تفصل بين
من يملكون النفاذ للاتصالات والمعلومات ومن لا يملكون هذا الخيار؟ ومن خلال الأعمال الخاصة بمبادرة قطاع تنمية الاتصالات جرت في إطار المثل واحد للدراسات بهذا القطاع حد الاتصالات، طبعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والشراكة مع كما أشرت مع المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيا المعلومات اللي هي Global Initiatives for Inclusive ICT. إن التركيز على إمكانية النفاذ وإتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت تمكن جميع صانعي السياسات من فهم قوة وقدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الميسرة في ضمان الوصول المتكافئ إلى المعلومات والمنتجات والخدمات لجميع المواطنين. وما هي الوزارات المعنية بهذا الموضوع؟ يعني أقصد ما هي أهم الوزارات التي يجب أن تتبنى سياسة شبكة الويب وإتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟ طبعاً كل الوزارات معنية في هذا الموضوع، لكن هناك في أفضلية منها وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات كجزء من إجراءات التعليم العالي، الجامعات الوطنية والخاصة، وزارة المالية بالنسبة لكل موقع له صلة بالجمارك والضرائب والبنوك وأجهزة الصراف الآلي وغيرهم. أيضا من الوزارات المعنية هي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل. كل هذه الوزارات معنية بإتاحة أو توفير مواقع إنترنت قابلة لنفاذ أشخاص ذوي الإعاقة. أي سؤال عنكم؟ نعم برجع هذا الترسل يعني أي تمام. سؤال لهون في أي سؤال من المشاركين؟ نتابع إن شاء الله. أظن يقول سؤال فن نعود إلى مصطلح النفاذ البرتوني. طبعاً أستشهد بقول تيم بيرنارد لي اللي هو مدير W3C ومخترع شبكة الويب العالمية، يقول أن قوة الويب في عموميته ولوج الجميع بغض النظر عن الإعاقة يعد جانبا أساسيا، وبالتالي النفاذ الرقمي مهم جدا. وهذا المصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة عن الخدمات والمنتجات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتساوي مع غيرهم من المستخدمين. فما هي ميزات مواقع الويب الذي يوفر النفاذية أو ما يسمى سهولة الوصول؟ وما مدى أهمية المواقع الإلكترونية التي توفر سهولة الوصول؟ أسأل، سواء كنت مديرا أو مطورا لمواقع ويب، من المؤكد أنك قرأت ومن مصادر كثيرة عن الاهتمام بمعايير الويب في هذه الأيام، وأدركت أهميتها من نواحي متعددة للموقع الإلكتروني الذي تقوم بإدارته فيما يخص التكلفة وسهولة التدابير وحتى العائد الربحي من خلال شبكة الويب الخاصة بك، نظرا للفوائد التجارية التي تكتسبها عفوا من خلال تأمين سهولة النفاذ الرقمي. كن واثق أن كل مبلغ ينفق على منالية النفاذ يعود بعشرة أضعاف في صالح المنتج. لذلك من المهم أن تقرر منالية الويب لصالح موقعك والفائدة منه وبيعصمها. النفاذية للموقع تحسن من سمعة الموقع بالدرجة الأولى، وتتيح لمديري مواقع الإنترنت من الحفاظ على كفاءة المواقع لتطويرها وتنظيمها مستقبلاً، وأن توفير سهولة الاستخدام تساهم في زيادة إنتاجية المستخدم 100% وتقلل من تكاليف الوثائق والتدريب وتخفض تكاليف العملاء. لذلك من خلال ورشة العمل هذه ومن خلال منصتنا هذه أتوجه حقيقة للمصممين
والمطورين من أجل العمل على إنشاء واجهات سهلة النفاذ للمواقع الإلكترونية. وأيضاً أتوجه إلى مدراء الشبكات الإلكترونية إلى فهم المتطلبات وتحقيق أفضل المعايير للنفاذ السهل إلى تلك المواقع، ناهيك عن مرخصي المواقع الإلكترونية أو الراغبين في الحصول على الوكالات الرقمية التي تقدم مواقع سهلة النفاذ. في يومنا هذا طبعاً يستخدم الأشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من أنواع من الإعاقات مجموعة متنوعة من التكنولوجيات والتكنولوجيات المساعدة المختلفة للنفاذ إلى المعلومات على الإنترنت. فعلى سبيل المثال كما وضح في العرض التقديمي، الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية أو بالدرجة، هناك أجهزة لقراءة النص المعروض على الشاشة، أما ضعاف النظر فيستخدمون مكبرات للشاشة أو كاميرات تلفزيون بترجمة نصية. الأشخاص اللي عندهم ضعف في الحركة بيستخدموا برامج التعرف على الكلام ولوحة مفاتيح قد تستخدم بيد واحدة، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والصم بالتحديد فيستخدمون الأجهزة المركبة في قوقعات الأذن والحواشي السفلية النصية، بينما الأشخاص الذين يعانون من إعاقة إدراكية أو معرفية فهناك برمجيات، على سبيل المثال أحد برمجية التنبؤ بالكلمة، بينما يستعمل الأشخاص الذين يعانون من عدة إعاقات مزيج من جميع هذه التكنولوجيات لاستعمال الكمبيوتر بشكل سليم. ولكن يصادف هؤلاء الأشخاص مختلف أنواع العقبات في محاولتهم للنفاذ أو الدخول المساعدة التي يستعملون. ما هي حلول للمساعدة والنفاذ إلى المعلومات المتوفرة على مواقع النت؟ من خصائص إمكانية النفاذ المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع الإنترنت، حاليا تتوفر برمجيات ومعدات تلبي احتياجات المستخدمين الذين يعانون من أنواع مختلفة كما أشرنا إلى البصرية والإدراكية والسمعية إلى آخره. على سبيل المثال يمكن للمكفوفين وضعاف البصر أن يعدلوا إعدادات العرض مثل حجب الخط أو تباين الألوان، هذه ميزة يجب أن تتوفر في مواقع النت القابلة للنفاذ. يمكن للمكفوفين أيضا وضعاف البصر أن يستعملوا خاصية تحويل النص إلى كلام من أجل النفاذ إلى القوائم، وأن يحصلوا على استجابات سمعية وأن تقرأ عليهم النصوص مثل الرسائل الصوتية القصيرة بصوت عالي. وهناك برامج كثيرة تحقق هذه الغاية مثل برنامج NVDA اللي هو كبرنامج قارئ شاشة أو فري سكرين ريدر، في الجاوز، في سوبر نوفا، في الأبصار، برنامج مهم جدا لشركة طهر باللغة العربية. أيضا زوم تكس ماجنيفير كمات من البرامج المهمة وغيرها الكثير. بالنسبة للإعاقات الإدراكية، على سبيل المثال استخدام دفاتر العناوين المصورة لقراءة محتوى الإنترنت، ممكن أيضا الاستعانة بخدمات الطوارئ وقت الحاجة إلى آخره. دفات العناوين المصورة مثلا تحتوي على صورة للشخص بجانب اسمه ورقم هاتفه، وتستخدم بالتحديد للأشخاص الذين يعانون من إعاقات إدراكية، يمكنهم استعمال هواتفهم الخلوية والبحث عن العناوين بسهولة دون أي صعوبة. مثال عن البرامج والتطبيقات الخاصة لهذه الإعاقات مثل كاردويل أو وورد كيو أو بيكر إلى آخره. يمكن أيضا للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية لفظية استعمال مجموعة من الخدمات من بين لغة الإشارة عبر مكالمات فيديوية، وهذه تعمل على شبكات حاليا جيل الثالث والرابع. ممكن أيضا يستعملوا الرسائل النصية القصيرة وخدمات أخرى قائمة على الفيديو مثل تحويل النص إلى صورة، إلى عفوا صور رمزية،
يستخدمون الوصف الصوتي أو الترجمة المباشرة والعناوين الفرعية. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام أو استعمال لوحة المفاتيح هناك برمجيات التعرف على الصوت. والأمثلة كثيرة، وحاليا الكثير من شركات التكنولوجيا تقوم بتطوير مثل هذه الأدوات والخدمات والحلول. أنتقل إلى معايير النفاذية لمواقع الإنترنت. معايير وأساسيات النفاذية في تصميم طبعا المواقع الإلكترونية سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تعتبر المواقع الإلكترونية القابلة للوصول من أهم التطبيقات التقنية لإتاحة الخدمات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت ومواقع الويب القابلة للوصول، ومن أجل التفاعل بين المستخدمين وتسمح لهم بتبادل ومشاركة المعلومات فيما بينهم. كلنا حاليا يدرك أن مواقع الويب لا تتعامل فقط مع النص المكتوب، وإنما التعامل مع النص المكتوب والصوت والمسموع والصورة الثابتة أو المتحركة، بما يدعم وييسر عملية تقديم الخدمة بطريقة تناسب جميع المستخدمين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتراعي خصائصهم وحاجاتهم الفردية. وقد أطلقت في هذا الخصوص للتغلب على عواقب الوصول إلى المحتوى ومواقع الويب مجموعة من المبادرات العالمية لابد لنا من أخذ فكرة عنها أو فكرة مبسطة عن كل مبادرة، مثال مبادرة النفاذ إلى شبكة الويب أو WAA. هي مبادرة طبعا من اتحاد شبكة الويب العالمية للمساعدة في تحسين النفاذ الرقمي للشبكة العالمية للإنترنت. وتشمل هذه المبادرة إمكانية التغلب على العوائق على شبكة الويب وصفحات الإنترنت التي تتضمن وصلات أو صور فيديو أو وصلات صوتية لا يوجد فيها نص مكتوب كأساليب بديلة لفهم المحتوى، إضافة إلى عوائق أخرى مثل أنماط النصوص التي لا يمكن تكبيرها أو التضارب أو التعقيد المفرط في عملية المتصفح أو التجول والإبحار بين المواقع. من أجل التغلب حتما على هذه العوائق، فشبكة الويب التابعة لاتحاد الشبكة العنكبوتية العالمية عملت وتعمل حتى الآن على تذليل هذه العوائق باستعمال مجموعة متنوعة من التكنولوجيا وباتباع خطوط توجيهية صادرة بشأن موضوعات، مثل حاليا تعمل على أدوات تأليف النصوص وتطوير محتوى الويب. مبادرة النفاذ إلى شبكة الويب الذي تعرفنا عليها هي تابعة لاتحاد شبكة الويب العالمية والمعروفة أيضا ب W3C. هي كما أيضا مجموعة دولية، هذا الاتحاد هو عبارة عن مجموعة دولية تتعاون فيها المؤسسات والأعضاء والموظفون والجمهور لوضع معايير خاصة بشبكة الإنترنت. ومهمة هذا الائتلاف والنهوض بكامل إمكانات شبكة الإنترنت. طبعا هذه المنظمة عالمية كما أشرت أيضا تهدف إلى توحيد معايير شبكة الإنترنت للتعاون مع أفراد بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة لهم دور كبير في هذه المبادرة، فهم الأكثر والأقرب إلى وضع معايير حقيقة لأنها تناسب احتياجاتهم. بالتعاون ايضا مع المنظمات في جميع انواع جميع عفوا انحاء العالم، كل هذا يوفر وضع اطار مشترك لمعايير النفاذية الى محتوى الانترنت. وقد وضعت المنظمة ايضا جزء من التوصيات والارشادات كمبادئ توجيهية يرمز لها ب WCAG او اللي هي الويب بوردنت فهذه المبادئ التوجيهية هي المجموعة من المعايير المتعلقة بإنشاء مواقع الويب. يعني انت بدك تروح على اي موقع تصممه لابد من انك تلتزم بمواقع ال WCAG. وهناك أيضا قوانين أخرى على سبيل المثال أوروبية
فمثال قانون ستانتا الإيطالي فهو قانون محدود، لكن أيضا يعمل بوفق إرشادات واشتراطات إمكانية الوصول إلى المضامين الشبكية، وهو خاص بالمؤسسات والحكومات في تلك تطبيق معين نفاذي في تصميم مواقع الانترنت. يتوجب ان تصمم المواقع الالكترونيه بشكل يمكن كافه الافراد من الوصول اليها وتصفحها بغض النظر عن قدراتهم الجسمانيه او العقليه او اللغويه. فالخطوه الاولى في انشاء المواقع سهله التصفح. هو انا اسف المقاطعه حاليا، هو في سؤال، هل هذه المبادرات هناك من هذه المبادرات في الوطن العربي؟ وازاي نقدر نطبقها بصوره ان اغلب اللي موجودين في الجروب دلوقتي كلهم مصممين تعليميين او متخصصين في التعليم الالكتروني، كيفيه تطبقها؟ طب وفي سؤال، ان المحتوى الواحد اللي هو يتعمل على الويب هنحتاج لتمثيله في عده صيغ مختلفه تتناسب مع العقل المختلفه لنضمن معايير الشمول، بس كده هيبقى شكل حجم التخزين هيتضاعف، وبالتالي البنيه التحتيه الرقميه هتحتاج ان هي تتضخم، وهذا هيبقى اعباء زياده ومتطلبات فنيه وتكلفيه وتكاليف زياده يعني. صح تمام. تمام. طيب المعايير متوفره حاليا، وفي قسم من هذه الاشتراطات والمعايير موجوده بشروح اللغة العربية، ويمكن الدخول إلى الموقع المبادرة للاطلاع على بعض الترجمات المصاحبة للمعايير والشروط. أيضا يوجد الكثير من المراجع الموجودة حاليا التي قام الاتحاد الدولي للاتصالات بتعريبها، يمكن الاستفادة منها. إنما السؤال بالنسبة لتطبيق هذه المعايير في المواقع الإلكترونية، طبعا هناك جدل بين إصلاح موقع معد مسبقا قد يكون كما أشرت أكثر تكلفة من البدء في موقع جديد. لذلك منذ الانطلاقات الأولى لبداية الموقع على المصمم أن يضع في اعتباره مناهج الوصول من البداية في التخطيط، عندما يضع الاشتراطات ويضع في اعتباره إتاحة مناهج الوصول للموقع لكافة الأشخاص يكون من السهل أقل تكلفة، وبالتالي استدراك وتوقع مستقبلي، وايضا عدم اللجوء الى الاصلاحات التي قد تكلف بشكل كبير. بالنسبه للكودات متوفره وموجوده، ويمكن الرجوع الى الكثير من الاشتراطات كما اشرت للبدء بعمليه التصميم والانطلاق من جديد. وبالتالي نحن هون برد باكد على جوابا على سؤالك، انه حتى تكون إمكانية الوصول أحد مكونات عملية التصميم يجب وضعها قبل بدء العمل على أي موقع كما أشرت. يجب مراعاة استخدام إمكانية الاستخدام من قبل الجميع، وأيضا عند تصميم الموقع يجب مراعاة إمكانية الاستخدام. وبالتالي تصميم المواقع التزويدة يجعل أصحاب الموقع إن كان المواقع الشخصية أو مواقع الشركات تتسم بما يلي، أنه يسهل الوصول إليه بغض النظر عن الجهاز أو طريقة الإدخال الذي يستخدمها بعضهم على سبيل المثال، يسهل الوصول إليه بغض النظر عن القيود التي يعمل ضمن أحدهم مثل البيئة المحيطة المزعجة وغيره، وأيضا أنه الموقع قابل للتنبؤ، ويعد ابتكار الموقع هام ووضعه كقابلية للتنبؤ أمر أساسي عندما تجعل التنقل على موقعك أمر يسهل فهمه والتنبؤ به، وبالتالي إمكانية الوصول إليه تكون أكثر توفرا أمام الجميع. سوف أيضا ننتقل إلى المحتوى ال
في مخطط معين ما في النفاذية في التطبيق. تفضل. هو حاليا احنا معانا ربع ساعة. ايوه دكتور. معانا ربع ساعة في الورشة ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. في تطبيق معين، تطبيق معايير نفاذية في تصميم مواقع، هناك أربعة مبادئ سوف ألخصها على السريع. المبدأ الأول هو محتوى يمكن إدراكه، أي جعل عرض عناصر المعلومات والسطح البيني بطريقة يمكن إدراكها من حيث توفير بدائل نصية لأي محتوى غير نصي، توفير بدائل الصوت، إعداد محتوى يمكن عرضه بطريقة مختلفة، تسهيل إمكانية مقابل المستخدمين. هذا المبدأ رقم واحد أو ما يسمى محايلو. يجب أن تكون العناصر السطوح البينية للمستخدم والتصفح قابلة للتشغيل، أيضا توفير وقت كافي للمستعملين لقراءة المحتوى واستعماله، وعدم تصميم المحتوى بطريقة من المعروف أنه تسبب أزمات، مع توفير وسائل مساعدة على التصفح. المبدأ الثالث هو محتوى يمكن فهمه، فهم المعلومات، ويكون النص قابل للقراءة ومفهوم، وأن تظهر صفحات الويب وتعمل بطرائق يمكن التنبؤ بها. المبدأ الرابع اللي هو رابط المحتوى السليم، يجب أن يكون المحتوى سليما بحيث يمكن تفسيره بشكل موثوق، تحقيق قدر ممكن من التوافق بالتقنيات التكنولوجيات المساعدة، وأيضا هناك أمثلة عن التكنولوجيات المساعدة، شيء مساعدات القراءة البصرية، ممكن تغيير نمط النص وحجمه ولونه، تحسين قابلية القراءة البصرية إلى آخره من الأدوات الخاصة بالتكنولوجيا المساعدة. هون نحن حتى ننتقل إلى تصميم المواقع الإلكترونية، في أولويات لتصميم المواقع. حاليا بالوقت الحاضر تتيح تقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة الإبحار عبر الإنترنت في ظل ظروف مواتية كمان يعني. ومع ذلك لا يعمل أي برنامج بشكل مثالي إذا لم يتم برمجة وتصميم مواقع الويب وفقا للمعايير الدولية. لهذا السبب حاليا الخبراء يصرون على الصعيد الدولي ان امكانيه النفاذ الى شبكه الانترنت هام جدا لتحقيق الشمول الرقمي. ولكن هناك احصائيه توجد اليوم تقول بان موقع واحد فقط من اصل 10 مواقع يمكن النفاذ اليها. وبالتالي حدد رابط اتحاد شبكه الويب الاولويه او المستوى الاول الف، والاولويه الثانيه اي او الف الف، الاولويه الثالثه اللي هي المستوى الثالث خاص بسهوله التصفح. هذه المستويات يجب ان نعمل عليها بدءا من الاولويه الثالثه وهي المثاليه حاليا، لكن بعض المواقع بدات تنفذ هذه الاولويه وتحقق المعايير. راح استعرض مثال يدعم أوليات التصميم. نلاحظ الموقع مثال لمواقع تدعم أوليات التصميم حتى بالمستوى، هو موقع الويب اللي هو الخاص بمبادرة النفاذ إلى شبكة الويب. هو موقع طبعا يزود بمعايير وموارد جعل الويب في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة. نلاحظ من الدائرة الحمراء هون أنه الموقع المبادر يحقق معايير استخدام HTML CSS ومعايير AA المستوى الثاني اللي هي الوقت. أيضا بالنسبة ل الموقع الثاني اللي هو موقع ويب خاص بمنظمة حفظ كمال الأطلسي، نلاحظ أنه يحقق المستوى الثالث AAA إضافة إلى معايير الوكيج. فمن حيث الأولوية الثانية
بالنسبة للويب أيضا بحقق معايير كما قلت المبادئ التوجيهية اللي هي WCAG 2 هي اللي هي المعايير التوجيهية لإمكانية النفاذ إلى محتوى شبكة الويب. اللي هي استخدام تقنيات اللغة البرمجية من الـ HTML أو الـ HTML والجافا سكريبت و ننتقل إلى تطبيق مبادئ مناليه الوصول إلى صفحات الويب. عند التصميم موقع الإلكتروني وتطويره يجب أن يوضع في الاعتبار النقاط التالية: مناليه الوصول لقالب الموقع، مناليه الوصول إلى المحتوى، التوافق مع متصفحات الويب، والتوافق مع التقنيات المساعدة. هذه الشروط الأربعة هامة جدا عند البدء في تصميم الموقع الإلكتروني أو تطويره، من حيث الأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط الأساسية للتوافق. فمثلا التوافق مع متصفحات الويب أو ما يسمى بالكروس براوزر، يعني إمكانية تصفح الموقع الإلكتروني من خلال متصفحات الويب المختلفة دون الاختلاف بشكل العرض أو حدوث مشكلات في المحتوى، والتوافق بالمعنى الموصوف سواء كان صفحة ويب، موقع ويب، تطبيق ويب. معذرة، حصل انقطاع مفاجئ من عند الدكتور نبيل. هو دكتور نبيل حاليا في سوريا، فممكن يكون في مشكلة في البروكسي أو في حاجة في الإنترنت عنده، فممكن دقيقتين على ما أحاول التسجيل مرة أخرى. دكتور نبيل، ايوه انا عامل شير من على الشاشه عندي، وحضرتك ممكن تكمل يا فندم. اوكي. بالنسبه لي ايضا بالنسبه لاشتراطات سهوله الوصول لمحتوى صفحة الإنترنت، كما أشرت حضرتك هتعمل شير شانس ليد. أعمل شير من عندي. تمام، أعرف أنا من عندي. تمام. حاليا حضرتك ممكن تعمل شير تاني يا فندم. اوكي، نكرر الاعتذار لجميع الحضور بسبب مشكلة غير متوقعة. من الممكن ان جميع الحضور الكرام، اي سؤال في الفات ممكن حد يسال اي اسئله، ويتفضل يقول ان هو عاوز يطرح سؤال ان احنا نسمعه. تمام
تمام يا فندم، تمام. الشاشة رجعت تاني. تمام دكتور محمد، تمام يا باشمهندس، تمام يا فندم. أي أسئلة؟ أنا تمام. منتظر لو في أي حد من الحضور الكرام عنده أسئلة. أعود إلى في سؤال طلع دلوقتي، هل نحتاج إلى مطورين ذوي تدريب وخبرات خاصة على تنفيذ هذه المعايير أم إن الخبرات المتوفرة حاليا المطورين تكفي؟ طبعا في البداية لابد من المطورين، مطورين مواقع الويب، أن يقوموا بإجراء دورات تدريبية حول كيفية استخدام هذه المعايير، ليس على الناحية التقنية، فمبرمجي مواقع الويب من المؤكد يتقنون لغات الـ HTML أو الـ CSS أو الـ JavaScript، لكن كيفية وضع الكودات وكيفية فهم الصفحات للتعامل مع كافة أنواع الإعاقات لابد من اتباع ما يسمى بدورة تدريبية محدودة للغاية ومن ثم الانطلاق في تصميم المواقع، هذا يجب أن يتوفر. نعم، كل الشكر حضرتك. لا حاليا توجد أسئلة؟ أوكي تمام. على سبيل المثال هون ايضا جواب للسؤال اللي طرحته حضرتك، اللي هي اشتراطات سهوله الوصول، وهذا يهم المصممين، انه في حال كان الموقع يحتوي على ملفات سمعيه ومرئيه على شكل النصوص، هل تتوفر وتشرح المحتوى لضعاف السمع والبصر؟ ايضا المصمم يجب ان على سبيل المثال يترك مسافه كافيه بين السطور على الأقل بواحد ونصف المسافة، شكل الروابط يجب أن تتغير عند ملامستها، كل هذه الاعتبارات يجب الأخذ بها عند تصميم الموقع، لكن المصمم مصمم الموقع عند الرجوع لهذه الاشتراطات أنا واثق لأن يجد صعوبة جدا في 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 برمجة الموقع، لكن الأهم هو الوعي وأهمية التفكير ما هي الاشتراطات وكيف يمكن برمجتها داخل موقع الإلكتروني. مثلاً على سبيل المثال الموقع الإلكتروني اللي يجب أن يتميز بفعالية تكبير حجم الخط في المستويات AAA، يجب أن يكون هناك قدرة كافية بتمايز التركيبات اللونية للإعاقات البصرية وضعاف البصر، أيضاً بالنسبة للشاشتي الأبيض والأسود. على سبيل المثال هون الصورة عند وضع المصمم عندما يقوم بوضع صورة، هل تحتوي الصورة على وصف نصي كما في هذا المثال؟ لاحظ هنا لا تحتوي الصورة، إضافة إلى استخدام بعض الملفات. هل يوفر الموقع إمكانية قراءة النصوص البديلة بالصوت للأشخاص ضعاف البصر؟ هذه الاشتراط، هذه البرمجة يجب أن تتوفر وهي عبارة عن كودات موجودة بإمكان المبرمج يستطيع استخدامها أو برمجتها. برمجة النموذج وعملية الانتقال من حقل إلى آخر، استخدام الكابتشا، وهذه مشكلة حقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو الفيديو من خلال إيجاد وصف فيديوي للأشخاص اللي عندهم إعاقات سمعية. كل هذه العناصر وكل هذه الوظائف يمكن برمجتها والعمل عليها لضمان سهولة تنفيذها واستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. أخيرا هون لبعض المصممين أيضا، شو هي الاشتراطات تصميم صفحات الويب؟ يجب أن يستخدم الـ HTML في بناء هيكل الصفحة، وهذه نقطة مهمة جدا لتحديد النظام المنطقي للمحتويات. يجب أن يستخدم تقنية صفحات الأنماط الانسيابية أو نسميها الـ CSS في تطبيق التنسيق وتوزيع العناصر وشكل وتصميم الموقع، هذه نقطة ثانية يجب أن تتحقق في الموقع القابل للنفاذ، الموقع الذي يتم التعامل من خلاله من قبل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة. جافا سكريبت يجب أن تكون متاحة بترافق معالجات الأحداث اللي يتم تشغيلها من قبل المتصفح.
النقطة المهمة اللي هي توفير عناصر الوصول، تطبيقات الإنترنت الغنية الـ RAR هي العناصر اللي تنضاف إلى كود الـ HTML لزيادة قابلية الوصول. أيضا يجب التحقق من الوصول إلى ملفات إلى المحتوى الإلكتروني اللي هي PDF وWord وعروض PowerPoint. يجب أن يكون المحتوى الإلكتروني أيضا مدروس بدقة في عملية قراءة هذه الملفات من قبل قارئ الشاشة أو الطبعة. هذه سريعة على بعض المواقع التي تقوم بفحص وتحليل مواقع الويب القابلة للوصول. الفحص من حيث الفحص والتحليل والتقييم، يوجد لدينا مجموعة من البرامج التي تحقق ذلك، منها فرضا على سبيل المثال اللي هو فحص تلاحيص المواقع القابلة للوصول من ناحية الترميز للـ HTML أو من ناحية المنالية أو من ناحية التدويل أو معلومات عن البيانات إلى آخره. بالتحليل أيضا توجد برمجيات خاصة أو تطبيقات خاصة بتحليل المشاكل على موقع الويب، وأيضا التقييم من مثال validator.w3.org. فأي موقع بإمكاننا ندخل على هذا الرابط، ناخذ اللينك تبعه ونحطه ضمن الادرس هون ونعطي انتر ليحلل لنا الموقع ويحدد لنا الاخطاء ضمن هذا الموقع. امثله ايضا مثل checkers.ca، كمان هذا بيتم من خلاله فحص التقنيه ال HTML بحيث الفحص الوظيفة أو من حيث فحص الاستخدام أو تطبيق المعايير. هذه الـ checker يقوم كما أشرت إلى فحص صفحات الـ HTML الفردية للتأكد من توافقها مع معايير إمكانية الوصول لضمان الوصول إلى المحتوى الآخر. أيضا يوجد عندنا الموقع على الويف اللي هو الويب اكسسبيليتي ان مايند، مهم جدا بامكاننا ناخذ اي موقع لنتاكد من توافقيته وهل يحقق مناليه الوصول الى الاشخاص ذوي الاعاقه وفق معايير الويكيج او تطبيقات الموبايل. لن استعرض سوى سريعا على القانون سيكشن الامريكي اللي هو 508 توافق مع معايير والإرشادات التصميم، هذا خاص بقانون الكونغرس الأمريكي التي أقره من حيث إعادة تأهيل الداعي لإلزام جميع المنشآت الفيدرالية بتنفيذ أنظمة قابلة للمعلومات لنفاذ كافة الأشخاص ذوي الإعاقة. أخيرا، ما هي النصائح لمصممي ومطوري المواقع؟ المواقع المصممون لمواقع الويب والمطورون بحاجة لأن يكونوا أولا وأخيرا على دراية تامة وخبرة حقيقية بقواعد النفاذية كما أشرت والأدوات المناسبة. إذا ليس المهم الخبرة البرمجية بقدر ما مهم الخبرة الحقيقية بقواعد النفاذية. اثنين، تكنولوجيا المعلومات تواجه تحديين رئيسيين. التحدي الأول، كيف تكون المواقع سهلة المنال ومقدور عليها؟ التحدي الثاني، الافتقار إلى النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات على قدم المساواة. ولا تعتبر التحديات فقط عقبة أمام التنمية، إنما أيضا بيزيد عامل الابتسام الاجتماعي والتعليم. كلمة تصميم بمفهوم الشامل، ما هو تصميم الموقع بشكله الجميل والألوان المتناسقة؟ التصميم الشامل حقيقة أنه على المصمم يجب أن يعمل على بناء واجهة مستخدم بحيث تضمن سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول. يجب أيضا التعرف والاهتمام على المعايير المعمول عليها والتي أشرنا إليها سابقا، وبالتالي يجب أن نضع هدفا نحو بناء بيئة رقمية تشمل الجميع بما ينعكس إيجابا على زيادة عدد مستخدمين المواقع المصممة.
بعض الأمثلة طبعا وضعتها على المتصفحات، ووضعت على بعض مواقع التحكم مثال وزارة الاتصالات. طبعا هذه المواقع أخذت عينة، لا ليست قياس، وإنما هناك الكثير من المواقع التي تحقق ميزانية الوصول، إن كان في مصر، في المملكة العربية السعودية، في قطر، في تونس، في المغرب كأمثلة. فأعطيتكم مثال عن وزارة الاتصالات بحقق الأولوية الثانية ومستوى التصفح. أيضا مثال على جامعة اليرموك يحقق أيضا بعض الاعتبارات الخاصة باشتراطات السهول موجودة ضمن الموقع. هناك أيضا موقع هيئة كهرباء ومياه دبي يرصد، يوجد بعض الأخطاء لكن يحقق الكثير من معايير الرصد. هناك أمثلة لمواقع عالمية تلتزم بالويب، طبعا البرزنتيشن موجود عند الدكتور محمد بإمكانه أيضا يشارككم فيه للاستفادة من هذه المواقع. أخيرا اليوم نتوجه كما قلت إلى الشركات والمنظمات الدولية في المنطقة العربية تحديدا، إلى المهنيين العاملين في حقل تكنولوجيا معلومات والاتصالات، قسم تطوير المحتوى الرقمي من خلال المواقع الإلكترونية، العمل على معالجة وابتكار المحتوى الرقمي العربي، ابتكار المحتوى الرقمي العربي من خلال تصميم المواقع الإلكترونية سهلة النفاذ. مطلوب من الشركات أيضا وخاصة شركات الاتصالات في المنطقة العربية العمل على إرساء المبادئ التوجيهية لاستخدام المواقع الإلكترونية وفق معايير سهولة النفاذ، بحيث ترتكز على نجاح الموقع الإلكتروني وتقديم المعلومات والمحتوى بطرق يمكن لجميع المستخدمين فهمها. اتباع الإرشادات النفاذ إلى محتوى الويب، واتباع الإدارية الإلكترونية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من المهم أيضا توفير تحسين الخدمات والتفاعل الإيجابي. كافة مؤسسات القطاع العام معنية أيضا يجب عليها أن تتأكد من أن مواقع الإنترنت الجديدة أو التي تقوم بتصميمها حاليا مصممة بطريقة توفر المعلومات والخدمات وتستوفي المعايير. وأخيرا العمل على تحفيز أيضا المؤسسات الأخرى والقطاع الخاص على تصميم مواقع الإنترنت الجديدة وتحديث مواقعها الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية لتعزيز النفاذ الشامل للمعلومات والخدمات. وشكرا لكم دكتور محمد. كل الشكر والتقدير لحضرتك والجميع المشاركين الكرام. لو في أسئلة ممكن اللي عاوز سؤال يكتب رقم واحد وأنا أفتح المايك يسأل حاليا. في سؤال باشمهندس بدر أو باشمهندس نبيل، اللي هو المواقع الخاصة، هل هناك مواقع للمكفوفين تتوفر بها سهولة الوصول بدرجة كبيرة؟ طبعا عالميا متوفرة، عالميا متوفرة، للعالمية المتوفرة حتى في المنطقة العربية، في المنطقة العربية في بعض المواقع في بعض المواقع توفر أيضا من خاصية الوصول إلى المحتوى من قبل أشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو المكفوفين. وبالتالي الكثير حاليا من المواقع العربية حقيقة لاحظت في الفترة الأخيرة تستخدم قارئات الشاشة، ويتم ترجمة المحتوى من خلال قارئ الشاشة الإلكتروني. طبعا متوفر هذا الموضوع إن كان على المستوى العربي أو المستوى الدولي. شكرا لحضرتك. يعني لو في أي سؤال من أحد الأفراد ممكن حضرتك يكتب رقم واحد أو حاجة، يكتب رقم واحد وأنا أفتح المايك ويتوجه بالسؤال لبشمهندس نبيل. أظن إن مفيش لغاية الآن أي حد جاوب، يبقى أنا دلوقتي حاليا لا توجد أسئلة. باشمهندس نبيل كان فرصة سعيدة جدا وجود حضرتك معانا خلال ورش العمل دي، وبشكر حضرتك وبتقدم لحضرتك بجزيل الشكر من خلال إنرجي أفريكا، وبتوجه لجميع الشكر بجزيل الشكر لجميع الحضور الكرام، وأرجو إن هي تكون ورشة مفيدة. وبعد إذن حضراتكم في التقييم الخاص بالورشة ده
عشان نقدر نستمر في ان احنا نعمل لكم ورش كويسه مستقبلا. يا ريت بعد اذن حضراتكم هو التقييم ده يقام بيه، هو مش هياخد 5 دقائق، واحنا يعني بنشرف ان انتم تعملوه، ولكم كل الشكر والتقدير. ولسعادتك مهندس نبيل كل الشكر والتقدير. شكرا، شكرا لكم، شكرا لجميع المشاركين، واتمنى ان نكون قد حققنا الافاده اقل ما يمكن تجاه دعم الاشخاص ذوي الاعاقه في العالم العربي. شكرا لكم جميعا. كل الشكر والتقدير لحضرتك يا فندم وجميع حضرتك الكرام.